عقبت محكمة أمريكية عنصرا في شركة بلاك ووتر الأمنية بالسجن مدى الحياة لإدانته في ارتكاب مجزرة ضد المدنيين في العراق في عام 2007. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المتهم نيكولاس لاطين أطلق النار على مدنيين في ساحة النسور في بغداد بدوافع الكراهية والمفهوم الخاطئ للانتقام. يذكر أن الحادث أسفر عن مقتل 14 مدنيا بينهم نساء وأطفال وإصابة 17 آخرين.